السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نتعلم طريقة عمل البانكيك بالسيروب والزبدة. طبعا البانكيك بالسيروب والزبدة من الفطورات الغربية الرائعة جدا، بتمنى من الجميع أن يعمل هذا الطبق لأنه رائع وخصوصا على الفطور الصباحي. طبعا قبل ما نروح نتعلم طريقة عمل البانكيك بالسيروب والزبدة، بطلب من الجميع عمل الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يوصلك كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم. طبعا لعمل البانكيك بالسيروب في عنا ما يقارب كاستين طحين أبيض بعد الاستعمالات، وفي عنا ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وفي عنا كاسة من حليب البودرة إن توفر أو حليب سائل، وفي عنا طبعا ملعقة أيضا كبيرة من الفانيلا البودرة، وفي عنا كاسة من عصير البرتقال الطازج، وفي عنا 3 بيضات بالإضافة إلى السيروب الخاص بالبانكيك. طبعا ممكن نشتريه من السوبر ماركت. إذا ما توفر السيروب ممكن نعمل البانكيك مع العسل. الآن طبعا راح نشوف كيف بدنا نحضر عجينة البانكيك مع السيروب والزبدة. بداية نضيف 2 كوب من الطحين الأبيض المتعدد الاستعمال، ونضيف أيضا 2 بيضتين، يعني طبعا لكل كوب طحين بيضة. الآن نقوم بإضافة البيكنج باودر مقدار ملعقة كبيرة، ملعقة طعام، ونضيف أيضا مقدار 1 كوب صغير من الطحين الحليب البودرة. طبعا إذا ما في حليب بودرة ممكن نحط حليب سائل. الآن طبعا نضيف أيضا الفانيلا، مقدار ملعقة من الفانيلا، ونضيف أيضا 1 كوب عصير البرتقال، طبعا أحضرنا الآن 1 كوب ماء. الآن طبعا نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض طبعا بالمضرب، ممكن نخلطهم بالخلاط الكهربائي. الآن نقوم بإضافة المية بالتدريج إلى مكونات البانكيك مع الاستمرار بالخفق. طبعا طبعا تخفق عجينة البانكيك خفقا جيدا بحيث نحصل على عجينة متماسكة القوام وطرية بنفس الوقت. الآن طبعا راح نضيف كمان قليل من المي لها. نلاحظون أصبحت الآن العجينة البانكيك جاهزة بعد إضافة قليل من الماء. أصبحت الآن رخوة القوام مع طبعا سهلة أنه نسكبها، سهلة السكب كما نلاحظ. الآن طبعا في مقلاة على النار، تسخن مقلاة تيفال طبعا على النار، ونقوم طبعا بإضافة مقدار 2 ملاعق من العجينة إلى المقلاة على النار الساخنة. طبعا تترك العجينة في المقلاة على النار حتى تخرج فقاقيع. طبعا بعد خروج الفقاقيع يعني بيكون نتأكد انه الوجه السفلي للعجينة اصبح ناضج. نلاحظ انه الفقاقيع انتشرت كامل في العجينة. الآن طبعا راح نقلب قطعة البانكيك على الوجه الآخر كما نلاحظ.
طبعا لونها رائع جدا. طبعا الآن قطعة البانكيك أصبحت جاهزة. الآن طبعا توضع في طبق ويضاف إليها الزبدة، أي نوع زبدة متوفر عندنا في البيت، ونضيف أيضا اللي هو السيروب الخاص بالبانكيك، وطبعا تقدم ساخنة، طبعا تقدم في فترة الإفطار الصباحي. وطبعا بذلك نكون قد انهينا طريقة عمل البانكيك بالسيروب والزبدة. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو الصيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.